بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتحية والتسليم والتكريم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وأخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الإسراء أو من سورة بني إسرائيل. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فهذا مثل أقيم الصلاة، هذا أمر إلهي واجب الامتثال، والثاني أمر إلهي واجب الامتثال. إذا قال له يا فاعل يا تارك هذا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إذا قال له البعيد كلب خنزير كذا، هذا الكنة مع الحماية، الحماية مع الكنة، الأخت مع أختها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هلا السمانة اللي كلامه حلو، زباينه بتقل ما هيك، ومرابحه بتصير ضعيفة، وهاللي كلامه حلو وظريف وجميل شوف الناس عليه، هذا بالكلام. وإذا كان بالأعمال ناصح وصادق وبيرضى بالربح القليل، كان عندنا سمانون بالحارة يجوا الناس من المهاجرين يشتروا من عنده الحليب، يعرفوه ناصح وصادق ما بيغش الحليب، يتركوا 500 دكان لحتى يصلوا لوين. فيا ابني ما بينجح في آخر الأمر إلا الحقائق إلا الفضائل، وهاللي بيسلك غير هذا الطريق بده يندم، لكن مثل ندم مين؟ قصة الأرنب بعد ما بيغصوا بيعدوا، بيطلعوا اثنين بيقولوا لا تأخذنا خمناهن، أربعة شو غواص لا تأخذنا، راح وصار أخونا بالله طواشي وصفي بلاشي، بحط ضعائكم براسكم وحطوا جبنتكم على خبزة القرآن والإسلام لتنجحوا في الدنيا والآخرة. وبعدين إذا ما بتفعلوا ذلك، الله بيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان النبي يقول إياك وما يعتذر منه، تخبصها وتلوتها وتكسرها وتعطنها، وإيش لا تأخذونا، روح له خصياته، وأخي لا تأخذنا والله بس غلطنا بالعدد، مع الأسف هذا المحاسب ما شاطر كثير. طيب هي هالكلمة هي شو راح تعوض عن الخسارة؟ وإذا كان ما بيعرف ابنه حال المسلمين، لو خسر ما خسر ما بيعرف حاله رابح أو خاسر، لأنه ما في علم في جهل. مفهوم الدين محدد، إنه صلى أربع ركعات، شو هدف الصلاة؟ شو ثمرات الصلاة؟ قرأ القرآن، لماذا يقرأ؟ هل علمت ما تقرأ القرآن؟ ما لتكرار الكلمات؟ فرب تال يتلو القرآن بفيه، يعني بفمه، وهو يفضي به إلى الخذلان. كل ما بيقرأ أكثر كل ما الله عز وجل بفشله أكثر وبتعسه أكثر وبشقيه أكثر، لأنه لا يعلم
ولا يعمل. القرآن للعلم وللعمل، ما لتكرار الكلمات. إلا إذا قلنا رز صفيحة، لحمة مشوية، بقلاوة، نمورة، وعلى أساس الغداء بالكلمات، ومسكة ورد تليتها الألفاظ 500 مرة، يا ترى شو بيكون تأثير الكلمات على الجوع؟ تشبع لما تزداد جوع. كمان كلام الإسلام بلا علم ولا عمل، كل ما لنا مزداد نفاق وجهل وشقاء وتعاسة ونفقد النجاح، وبعدين نندم ولا ينفعنا الندم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا كان يقول التي هي أحسن وقلنا التي هي أحسن، لكن عملنا ما الذي هو أحسن؟ عملنا السيء أو الذي هو أسوأ؟ المقصود أن نقول ولا نعمل، لما أن نقول ونعمل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا قولك حسن وعملك حسن وخلقك حسن فأنت مسلم. إذا كان نطقك حسن وعملك حسن وخلقك حسن فأنت مؤمنة في هذا الميدان. في ميدان الصلاة هذا ميدان ثاني، الزكاة ميدان ثالث، الذكر ميدان رابع، العلم ميدان خامس، الجد والاجتهاد ميدان سادس. ما نكون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لذلك يا أبني أنا ألقيت محاضرة في مؤتمر الجزائر كان عنوانها الإسلام وحتمية انتصاره، أزعوها بالراديو عدة مرات وألقيتها ارتجالا، مقدار ساعة وعشر دقائق. الإسلام ثقافة وتطبيقا مستحيل أن لا ينتصر، كما أنه مستحيل أن تشرق الشمس ويبقى الليل، مستحيل أن ينزل المطر على الأرض الجيدة ولا ينبت الربيع. فلذلك يا أبني كونوا على ثقة وأخدموا وخالفوا النفس. فإذا أهل اللي بده يأمرك بأمر، بده يخرب بيتك فيه، هذا يطاع أم يعصى؟ فإذا نفسك تأمرك برداك، بهلاكك، بخزلانك، بفشلك، منطيعها؟ وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصحة فالتهم قد ما قالوا لك لا، ضروب جواز أحسن، سب أحسن، قول الكلام الفاحش بتصير أنت بصير لك روزة وبيخافوا منك وبتطبعهم. إيه هذا غشاش، هذا شيطان، هذا عم يفكر بعقل شيطان. وإذا سمع كلمته ينطق بلساني شيطان، والنتيجة الفشل والخزلان والندم. وقد لا ينفع الندم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يا ابن الإسلام إن تنصر الله ينصركم. لك تنصر الله بهالآية، تنتصر في ميادين النطق، بدك تنصر الله عز وجل بأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة بالدليل والبرهان والإقناع الفكري والعقلي، الموعظة بالترغيب، تقول له إذا بتفعل الله بيعطيك وبيسعدك وبتربح وبتنجح وبتنتصر، هذا اسمه ترغيب. الترهيب إذا ما بتفعل تنهزم وبتفشل وبتخسر وبتندم، هذا شو اسمه؟ الموعظة الحسنة. وإذا بدك تجادل ما قبل لا بالحكمة ولا بالموعظة، بده يدفع الحق بالباطل بالجدل. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. مرة
كانت ستنا عائشة مسافرة مع النبي، ومع النبي إحدى زوجاته مطالع معه زوجتين. فكان جمل ستنا عائشة جمل شب قوي وحملها خفيف، ضرتها ضرت عائشة زوجة النبي الثانية جمالها اختيار وحمله تقيل يقصر، القافلة كلها مجبورة تترك زوجة النبي بالصحراء، فالقافلة راح تقصر في سيرها. حكوا للنبي لما نزلوا بالمحطة، أمر النبي حمل عائشة تقيل على جمالها القوي الفتي يحطوه على جمل ضرتها الاختيار الضعيف، وحمل ضرتها الخفيف يحطوه التقيل يحطوه على جمل عائشة القوي. لما مشيت القافلة بقصتنا عائشة قبل جمالها مسبق كلها جمال وما حدا عم يسبوه، هي ايش مفنقري على كيفها، وإذ ما شافت إلا جمالها تحط رابع ما عاد مشي، فرجعنا الثالث عم يمشي بالزور بده يمشي على بريمير، قصر الجمل ناوقت هيك وقت شافت الحمل الثقيل تبع مين؟ تبع ضرتها. فالنبي فغضب أدرك إنه هلا بدها إلى آخره، أجى لعندها بده هيك يآنسها يعني يخفف من غضبها، حاكاها ما ردت عليه. بعدين شو جاوبته؟ قالت له أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ يعني إذا بنطبق عليها أحكام المشايخ والعلماء ارتدت عائشة، رد هي شو أنت يعني عم تدعي؟ إذا مالك نبي أنت، هي دعوة ما هي حقيقة. هيك المشايخ بدهم يعملوا لما لازم يعملوا مثل ما عمل النبي، عرف إنه ما عم تنكر النبوة، هاي كلمة غضب كلمة. فغير النبي يقول هذه ارتدت خذوها فاقطعوا رأسها. فالنبي هو سيد من يفهم القرآن ويعمل به، وقال لعبادي يقول التي هي أحسن. شو جاوبها؟ قال أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ يعني ليش أنت ما تعرفيني أن النبي في معك شك؟ بغضبها غضب الشباب ونترتها قالت له فلماذا لا تعدل إذن؟ في بعض المواضع قالوا له عدل، النبي قال ويحكم إن لم أعدل فمن يعدل؟ لكن بدها هي العدل تبعها، العدل تبعها تقطع ضرتها بالصحراء تأكلها دياب وضباع ويتم النبي إلها واحدة، هذا العدل تبعها. عدل النبي ما هيك، عدل النبي بده يعطي لكل ذي حق حقه. فالشاهد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ولازم يفعلوا التي هي أحسن في كل شيء. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، سيارتك تكون التي هي أحسن، دواريب التي هي أحسن، موتورها التي هي أحسن، دكانتك التي هي أحسن، ثيابك التي هي أحسن، نطقك، قلبك، وقتك، سهرتك، رفاقك، تفكيرك، كل يكون هو الذي هو أحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بورك لي في يوم طلعت فيه الشمس لم أزدد فيه قربا إلى الله تعالى. القرب ما بالمسافة بينك وبين الله 20 متر تمشي لك 10 وتم 10، القرب القرب إلى علم الله، سير علمك يتشابه بعلم الله بوسعته بحكمته بإحاطته بالأمور. كن نطقك كنطق الله، لا ينطق إلا بالحق، يكون رحمتك قريبة من رحمة الله، جمالك مشتق من جمال الله، إن الله جميل يحب الجمال. فالإسلام يا ابني كله كمال. كان النبي يقول عن يوم الجمعة من بكر وابتكر
بيجي بكير على الجامع، بكير ليش؟ وغسل واغتسل، بيبكر بالجامع وبيبكر بقضاء حوائجه، وغسل بيغسل بدنه وبيغسل ثيابه، وأتى في الساعة الأولى فكأنما تصدق بناقة أو جمل، في الساعة الثانية كأنما تصدق ببقرة، الثالثة بغنم، الرابعة بدجاجة، الخامسة بعيد. فإذا صعد الخطيب المنبر لا يكتب ولا ببيضة، بده يجي قبل خمس ساعات، شو بده يعمل؟ بده يجي مع الشيش بيش والشدة، أو يجي مع واحد يعمل حكواتي بالجامع، بده يجي بكير لحتى يذكر الله، يجمع قلبه على الله، حتى إذا استمع هدي رسول الله يكون مثل الأرض المهيئة والمبذورة تنتظر نزول المطر من السماء حتى تنبت من كل زوج بهيج. فهذا يا ابني الذي هو أحسن بكل شيء، لازم المؤمن يكون هو بالعلم، بالعمل، بأداء الواجبات، المرأة تكون التي هي أحسن، نطقها، طبخها، ثيابها، استقبالها لزوجها، الزوج، حق الزوجة، طعامها، شرابها، حسن معاملتها. ما يسر يجي نص الليالي خلي زوجته قاعدة لوحدها، هذا ما الحياة الزوجية بالتي هي إيش أحسن. وبعدين كل ما كان المؤمن أكثر إيمان يكون أكثر أخلاق وأوسع صدر وأكثر تحمل، فدائما فاز حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، فاز حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. شو الحمق؟ الحمق هو سرعة الغضب، إذا واحد أغضبك وبتشتعل أوام وضبط، ما في فرامات، لا لإيدك إيدك بتضرب، لا للسانك لسانك بيشتم، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه حمق. فإذا كان رجل فهو أحمق، وإذا كانت امرأة فهي حمقاء، الرجل أرعن والمرأة رعناء. فإذا بيت بده يقوم على الحمق والرعونة، هذا بيت يبنى لما يهدم، هذا يستقيم أو يتقوض، والدكان هيك والشيخ هيك والجامع هيك وكل عمل. اللهم اهدنا إلى محاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.